والناس را مصابش تم تشرب. ما نهضروش على الماشيه، الماشيه صافي كان لينا ولي الله، حنا كنشوفوا هذا الماء اللي غنشربوا حنا راه كاين اللي كيجي لها 10 كيلومتر باش كيدي الماء، برميل ديال الماء. بالنسبة للبهيمات اخويا البهيمات راه ماتوا، الله يخلف. وفين كا خنوش؟ ها؟ وفين الدائرة؟ أنا الحزب هذا الحزب فين هو العدو ديالنا حنا اللي طالع بهذا الحزب ديال خنوش؟ فين هو؟ فين هما الأقوال وفين هما الأفعال وفين هما ديك الكتب اللي كنت كاتب أوراق وهزولو وديرو؟ أش غدير؟ الله يدير لك يدك فين نقول؟ باش بان لنا هذا الحزب ديالك؟ باش بان علينا بالجفاف وبالعذاب؟ حتى الماء ما عندنا ما نشربو، الناس كتموت والبهيم كتموت، وأنت قال لي مخمخ مع راسك ما في راسك والو. ودابا حنا ولينا كنساهموا في الهجره القرويه، كنزيدوا حنا نخوو البلاد، البهيم ماتوا، الماء ما كاينش، الخدمه والو، اشناهو غدير؟ غدخل المدينه توسخها، تبيع الكار ولا تنعس في الزنقه ولا في المحطه ولا شوف كيف يطرى لك الحال. اخوان السلام عليكم، هاد الناس هادو راه كيعانيو من هاد الساكنه هادي ديال جماعه الاثنين الغيات، راه كتعاني من الماء مده 4 سنين ولا 3 سنين، هذه 4 سنين باش داروا هاد العوينه، 3 سنين راه ما فيهم لا ما لا والو. وكاينه العوينه ماشي ما كاينش الماء، كاين الماء، الماء راه كاين في واحد العوينه هنا بالضبط، ولكن راه الساكنه كثير عليها، راه كاينين واحد 5 دوائر ولا 6 كلهم كيجيو لهاد العين كيسقيو منها، لان هاد الماء راه نهار يكون الماء ونهار ما كيكونش، والناس راه ما صابش حتى ما تشرب. واش دابا اللي غيجي مع 8 الصباح وغيجي الاخر مع 8:30 وغيجي الاخر مع 9، امتى غادي يخرج هذاك اللي مع 9 امتى غيمشي؟ واش هي كتسقي 4 دوائر ولا 5 كيسقيو من عوينه واحده؟ راه لا يوقع، لا شي راه ما كاينش، وكاين اللي كيجي 7 كيلومتر 8 كيلومتر، وحنا راه الناس بغات ما تشرب، مات البهيم راه جروها صافي الله يعاون، راه ما بقى والو، باقي الله سبحانه وتعالى. حنا راه داك الشيء ما نهضروش عليه، ما نهضروش على الماشيه، الماشيه صافي كان لينا ولي الله، حنا كنشوفوا هذا الماء اللي غنشربوا حنا ونناولوا منه، كقاع المواطنين ولا المغرب كامل بصفاتي راه كاين النقيته ديال الماء، وما ادراك من الماء، وراه حنا محرومين من هذه النقطه هذه، راه ولينا 5 متر ديال الماء ولينا محتزين عليها، كاين اللي عنده باش يجيبو كاين اللي ما عندوش، البيارتا وما نقصوا ما فيهمش الماء، البيتيات ما كاينينش اللي غيديو لك الماء، والناس ما خدامه ما ردامه ما دايره والو، راه هنا هذه يعني بلاد منكوبه. يعني عرفتي شنو منكوبه؟ راه ما بقى عندهم لا زيتون ولا كرم ولا كرموز ديال الدرك ولا كرموز ديال الكرم ولا والو، هاد الناس شنو غيستافدوا؟ والو، وحلوا دابا في البيدو ديال الماء، وراه كاينين الناس، كاينين الناس انتم كتشوفوهم هما كيفاش جايين، هذا جاي يبغي يدخلك بالله، هذا غادي يبغي يهزو عليك تفاه، وانت الحمار ما عندوش، الحمار ما عندوش، هاو هذا نيت راه كيجيب الماء، هذا نيت راه كيجيب الماء، حمار انا مات، ها هو كيقول لك حمار انا مات، قاعد هذاك الحمار ديالي باش غادي يسمو ما عندي، خاصك تضرب 5 كيلومتر على حساب العوينه باش غتجيب الماء. كنجي واحد الشقايه هنا عندنا ما فيهاش الماء في السلامات، دائما ما فيهاش الماء، شحال هذا ما فيهاش الماء، كنجيبو دابا كيجي جوج حمير اللي يجيبوا لي يدوا لك برميل من هنا كاينه الطلعه، ورانا مقهورين هنا في الماء بزاف الهيكا، ما نقدروش نجيو هنا، لا جينا هنا ثاني جي حتى لهنا كاين الضغط بزاف، كاين شحال من دوار كيجي يسقي من هنايا، كتبقى تسنى على واحد البرميل باش تعمرو واحد نص نهار. ولا عطى الله هو هذا الشيء اللي كنبغوا بنا الماء. الناس هادو راهم محنين من جهه الماء، للصالح للشرب، راهم محنين عليه، راه هاد الناس محنين على الماء بزاف اكثر باكثر، راه ساكنه كثيره هادي. كتقلب على النقطة ديال الماء راه كاين اللي كيضرب 7 كيلومتر 8 كيلومتر، هادشي راه كل الناس كتعرفوا، وراه دابا هانتوما كتشوفوا نيت هنا الناس شحال ديال الناس هادو، راه كلشي مجيين، كلهم مجيين باش يديو الماء، وهاد الماء من غنديوه؟ من غنجيبوه؟ أنا وينات كاينين ولكن الماء راه ما فيهمش، راه كنهضر معاكم كبصفاتي، راه عوينة وحدة اللي كاينة هنا كتستافد منها مع 8 دوائر ولا 7 دوائر، راه كاين اللي كيجي لها 10 كيلومتر باش كيدي الماء. برميل ديال الماء. وكل دائرة شحال ديال الساكنة؟ وكل دائرة غنحط لك نقول لك فيها 300 500 نسمة 600 نسمة.
فكل دائره الدوائر تذكر. راه اقليم كبير هذا، راه ماشي راه جماعتني الغياد هذه، راه ما كايناش لها التفات من ناحيه نقطه الماء، وراه كل شيء جعلنا لكم من الماء كل شيء نحي، وراه لا ما كانش الماء ما كاين والو، كل شيء بغى يصبر فيه الناس، كاع الحويجات راه معاهم الوقت وغاديه، ولكن بالنسبه للماء راه كان خاصو يكون موفر للساكنه. النقطه الاولى بعدا حنا باقي ناقصين من الماء، باقي ناقصين من الطرقان، باقي ناقصين من الكهرباء، هادشي كلشي راه باقي ما مستافدش منه المواطن، راه ما مستافدش فيه كافة عاما في هاد الجماعة ديال تني الغيط، راه ما كاينش. بالنسبة للمنسيين بالنسبة للبهيمات اخويا البهيمات راه ماتوا، الله يخلف. هادشي اللي غنقولوا هادشي ديك غلبة الله تعالى ما عندنا ما نقولوا، لأن البهيم راه مشات، هادشي معروف، العلف غلا، تبن غلا. والتبارة دايره 1200، العبره ديال الزرع دايره 1200، ايوا باش غادي 1300 باش غادي يمشيو عندنا، نبقاو كاع مسولين في البهايم ولا في الماشيه ديالهم ولا في كذا، هذاك الشيء سمعوا فيه، راه كيشوفوا في الماء، الماء اللي ما كاينش كاع، حتى هما غادي يموتوا. واش مني بان لك الراجل عنده ما عندوش بهيمه باش ينقل الماء، كي غنديروا ليه؟ اخوان السلام عليكم، راه حنا كاع اخوان وكاع خوت الحمد لله، انا راه كنهضروا غير قضيه الماء، قضيه الماء راه ما عندناش. راه ما كايناش، راه حنا دابا بعادين من هاد العين اللي واقفين حداها حاليا، بعادين منها بواحد 4 كيلومتر، وانا راه ما عنديش الحموار لا الا التقطت مع واحد السيد عنده كرويله تا هو ديسكي ما هو نعمر برميل تاع الماء، سمعت في البهايم سمعت في كل شيء، الخدمه ما كاينش، الماء ما كاينش، بيتيه كتجيبها ب 17 افراك 18 افراك يوصلك فيها النص من عدم الطريق اللي غتمشي عنده وغايستقبلك ويقول لك كاين وكاين ما كاينش. مشينا عند القايد قال لك صافي تنشوفوا هاد القضيه كنديروا فيها، مشينا عند الرئيس من انتخابات ما بقيناش شفناه، وقلناها لي نهار جا كيزور دوار بدوار في انتخابات، قلنا له ودي انت راك جيتي مع الطريق وشتيها، وراك شتي هذيك العوينه، راه كاين اللي كيشرب بقري يشربها ب 400 كيجيب بيتيه ب 18 فرانك وكيوصلوا فيها النص. ودابا حنا ولينا كنساهموا في الهجره القرويه، كنزيدوا حنا نخور البلاد، البهيم ماتوا، الماء ما كاينش، الخدمه والو، اشناهو غتزيد؟ غتدخل المدينه توسخها، تبيع الكار ولا تنعس في الزنقه ولا في المحطه ولا شوف كيف يطرى لك لحالتك. حنا دابا راه كاع خوت الحمد لله، راه هنا راه المنطقه مضروره بزاف، علاش لا ما يكون على الاقل كل 10 سنين نديروا بير، وبير غينمي لنا 40 واحد و50 واحد. وغتكون غتكون القضيه عندنا زوينه كاملين، ما نبانوش في هذا الوجه باخيس، غنكونوا ناس، وحنا كلنا مغاربه الحمد لله، حنا ما كنبغوش المغرب ديالنا يتضر بصفه عامه، حنا راه كلنا خوت، لا هذاك عنده الماء وهذاك عنده الماء وهذاك ما عندوش، راه يبقى فيك الحال، راه دابا كاين اللي كيفيق ما يلقاش باش يغسل وجهه عباد الله، راه كاين اللي عنده حوايج ممسخين ما لقاش باش يصبنهم، راه كاين اللي ما عندوش باش يعوم، باين ماتوا. راه واحد الحاله لا ورثة لا، والمهم الله يرحم الوالدين بيناكم تشوفوا في هذه الجهه وشوفوا انتم راه كلشي عارفينه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا الحزب ديال الاخ النوش، هذا الحزب ديال الاخ النوش فين مشى؟ هذا الحزب ديال الاخ النوش فينا هو؟ وفينك يا اخ النوش؟ ها؟ وفين الدائره؟ هذا الحزب، هذا الحزب فين هو؟ العدو ديالنا احنا اللي طالع في هذا الحزب ديال الاخ النوش فينا هو؟ الحمامه فين هي الحمامة؟ ولات غراب طارت وليتها غراب، ما بقاش حمامة ولا غراب. اه وراه العدو ديالك اللي معاك في الجهات وراه ولا غراب بحالك. انا راه كنمسكم بجوج، عيش الملك، عيش الملك، عيش الملك، عيش الملك، وما خنوش غراب كحل. فين هما الاقوال وفين هما الافعال وفين هما ذوك الكتب اللي كنت كاتب الاوراق وهزولو وديرو؟ اش غدير؟ الله يدير لك يدك في عنقك، اش غدير؟ انا بغيت هذا المثال يوصل دولي عالمي، بانك انت خصك تطيح، خصك تقصى، خصك ترى حشومه شدي درتي، هذه الحكومه الجديده فين هما البرامج؟ فين هما البرامج ديالك وهاد الوعود ديالك وهاد الثقافه ديالك والفن والتكنولوجيا والجديده وكذا والتنظر الانساني مشات وغبرتي دابا؟ ها هذاك حزب واحد طالع، هذه الحكومه الجديده ومش بان لنا الحزب ديالك، باش بان علينا بالجفاف وبالعذاب، حتى الماء ما عندنا ما نشربوا، الناس كتموت والبهيم كتموت، وانت كاع اللي مخمخ مع راسك وفي راسك والو. اه عايش هانيه جماعه، انت راه عايش هانيه، راه في جماعه تني الغياث هذه باش تعرفها بالضبط،
راه هذا هو الحزب ديالك انت اللي ناجح في هذه الدائره، وباش بنتي على هذا الحزب في هذه الدائره؟ بنتي علي بقله المولى طش، ها طاش كانوا ستي طش المغرب تاو. عيش الملك، عيش الملك، عيش الملك، عيش الملك. حنا راه عندنا الملك ونتحداو كل شيء، كل شيء كنتحداو الى الملك ديالنا، الملك ديالنا وشعبنا، الملك ديالنا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.